حدث في انتخابات مجلس الشعب السابق الذي حل بقانون أو بقرار من محكمة دستورية. نعم ما حدث أن نفس هذه الأزمة استطاعت الأحزاب أن تفرض نفسها والتلتين تكون قوائم، بل والثلث المتبقي يعني يدخل فيه القوائم الأفراد الحزب برضه للترشح ما ده مرة أخرى، العوامل بالتالي اللي كان موجود في القانون يا سقطت استاذ محمد. ما تمام، وبالتالي سقطت شرعية هذا بالظبط، المجلس. ما فيش مساواة. تمام، بمنتهى الصراحة كده نعم نحن لدينا أحزاب ضعيفة ولا بالظبط، وجود نعم لها في الشارع المصري نعم ولا تستطيع أن تفرض نفسها وبتحاول فرض نفسها من خلال هذه القوائم. نعم هو المجتمع يستحمل الأحزاب ولا المفروض الأحزاب بتستحمل المجتمع يا فندم؟ نعم هو انا متفق معاك تماما، عشان انا كده قلت في الاول انا وجهة نظري الشخصية وما اؤمن به هو بالنظام الفردي، انما برضو عشان بحجة ان احنا حتى لا نقضي على الاحزاب، والاحزاب هتاخد فترة مستقبلية قد تمتد لدورة ودورتين عشان تبدأ تتواجد في الشارع، فنشجعهم ان يبقى فيه نظام القوائم ونظام عشان يتواجدوا في البرلمان وليكن، انما هو الشعب اللي هيفرز ذلك وهو اللي هينتخب ممثليه، وبالتالي هيثبت بالدليل القاطع ان النظام الفردي هو الابقى والافضل للشعب المصري، واعتقد انه سياتي بنوعيه اجود من النوعيات اللي موجوده في القوائم. بس انا اؤكد لحضرتك لو كان في 1000 واحد واخذ رايه على نظام القوائم او هيأيد الفردي، الفردي، هيأيد 990 على الاقل هيقولوا الفردي. النظام الفردي هو اللي هيتناسب انا مع مصر. متفق تماما معك. تمام، ربنا يصلح الحال. لدينا خبر آخر، بداية السباق النووي في الشرق الأوسط، السعودية تدرس شراء سلاح نووي ردا على اتفاق إيران والغرب. القصة بتاعت الاتفاق الإيران والغرب وأمريكا وأوروبا، من الواضح أن إيران استطاعت أن تفرض نفسها بالقوة. نعم ده يعني ده شيء يحسب لإيران نفسها. نعم على الجانب الآخر هناك قلق رهيب جدا في إسرائيل من نعم هذا الاتفاق. نعم الأهم من هذا وذاك، على الخريطة العربية نعلم جميعا أن إسرائيل لديها سلاح نووي، ونعلم جميعا أن المقابل أن كانت مصر لديها سلاح كيماوي، أن كانت سوريا لديها سلاح كيماوي. الآن تحطم السلاح الكيماوي السوري وكما تحطم الجيش السوري، المسلسل كما نراه هناك خطورة 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 كبيرة جدا جدا علينا كمصر وعلى الجيش المصري. يعني مش عارف، انا حاسس ان احنا في دوران بندور حوالين نفسنا حتى نغفل عن هذه القضيه اللي هي اهم قضيه محوريه، الحفاظ على قوتنا المسلحه المصريه. انا متفق تماما معك، بالنسبه حتى لنا داخليا يجب ان نعمل جاهدين ان نحافظ على قواتنا المسلحه وقوات الشرطه، لان استقرار اي دوله لا يتم الا اذا كانت قواتها المسلحه وقوات الشرطه متماسكة وقوية بشكل كبير جدا، لأن إذا اختل الأمن في أي بلد تحولت إلى فوضى. أما بالنسبة بس للتوضيح لموضوع الملف النووي الإيراني، هو ده اتفاق مبدئي ما بين إيران وبين الدول الخمسة زائد واحد، وانتهى هذا الاتفاق المبدئي، ودي اللي جعل إسرائيل متخوفة وبعض الدول العربية في منطقة الخليج، ان كان الهدف هو القضاء على البرنامج النووي الايراني تماما، بمعنى عدم السماح لايران باي نوع من انواع التخصيب لليورانيوم، وبالتالي انهاء البرنامج ده كان التوجه السابق. دلوقتي ما نجحت فيه ايران هو ابقاء البرنامج النووي بتاعها، لكن ان نسبة التخصيب لا يحسب لا يترك لها ان ترتفع بنسبة تخصيب اليورانيوم الى 20% الذي يؤهلها بعد ذلك اذا وصلت في نسبة التخصيب الى 20% الى تصنيع سلاح نووي، لكن تم الاتفاق الا تزيد نسبة التخصيب عن 5%، بالاضافة الى نقطة مهمة جدا وهي استمرار مراقبة وكالة الطاقة الذرية العالمية على المنشآت النووية الإيرانية. هنا إسرائيل شعرت بالخطر والخوف، تقول لا ممكن إيران في يوم من الأيام ما تلتزمش ما دام البرنامج النووي بتاعها مستمر، وبالتالي ممكن تلجأ فجأة إلى رفع نسبة التخصيب وتصنيع سلاح نووي وبالتالي تهديد أمن إسرائيل، ونفس هذا التخوف لدى الدول العربية. وانا يعني انا لا انفي هذه التخوفات وهي في محلها، خاصه ان طبيعه ايران في المنطقه تريد ان
تفرض نفسها كقوة لها لها تأثيرها في المنطقة، وأعتقد أن يديها واضحة تماما في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي قطاع غزة وفي أكثر من وفي البحرين. إذن هي تريد المد الشيعي بالنسبة لها يكون طاغي في المنطقة، ولها أطماع كثيرة حتى في الجزر الإمارات التي استولت عليها. لكن يعني لندع الأمور تتضح أكثر وأكثر خلال الأيام القادمة، لأن الغرب عندما اتفق مع إيران على هذا كان يبحث عن مصالحه في المقام الأول، وبالتالي كانت نوع من المقايضة ما بينه وبين إيران حتى تغض إيران الطرف بعض الشيء عن مصالح الغرب في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. طيب هروح مع حضرتك أستاذ رفعت الخبر آخر، وهو صفحة 18 بجريدة الأخبار: الحبس 11 عام لفتيات الإخوان بالإسكندرية و15 عام لستة من المحرضين وإيداع القصر في دور رعاية الأحداث. وده محكمة جنح الإسكندرية أمس برئاسة المستشار أحمد عبد النبي، عدة أحكام رادعة ضد 13 فتاة وسيدة بجماعة الإخوان المسلمين من المتورطين في الانتماء للجماعة الإرهابية وقطع طريق كورنيش الإسكندرية وشارع سوريا في إحدى فعاليات حركة 7 الصبح. ومتهمين بتجدير السلم تجدير الأمن وتكسير المحلات، وعندهم مجموعة من الانتهامات أدت إلى هذا الحكم 11 عام للفتيات. يعني هل حضرتك شايف أنه هذا الحكم سوف يكون رادع لعدم ظهور مثل هذه المظاهرات مرة أخرى؟ أعتقد كذلك، وأنا برضو بس هحلل رد الفعل بالنسبة لهذا الحكم عند البعض من الناحية العاطفية والإنسانية، يقول أن هذا الحكم يعني شديد ودول فتيات وكذا وكذا وكذا. ومع تقديري واحترامي لهذا التوجه، لكن عندما تخرج الفتاة في شوارع المحافظة سواء اسكندرية ولا القاهرة، وفي القاهرة على سبيل المثال تظل وهي مدفوعة من جماعة معينة وبتوجيهات معينة، وبعد غسيل المخ الذي تم لمثل هؤلاء الفتيات أن يظلوا في الشوارع حتى 11 مساء يطوفون بالشوارع ويهتفون وبألفاظ بذيئة ضد القوات المسلحة وضد قيادة الدولة، وبالتالي كان ويقومون بأفعال مخلفة للقانون. هنا أنا لا أفرق بالنسبة لمن يقوم بمثل هذه الأفعال بين رجل وامرأة أو بين شاب وفتاة، القانون لا يعرف التفرقة ما بين الجنسين. ومن هنا عندما تكون مثل هذه الأحكام بهذا الشكل، أعتقد أنها تكون رادعة لمثل هؤلاء حتى لا يستمروا الاستمرار فيها، وخاصة ان هم كلهم طلبة جامعات وبدأوا يعملوا كده بهدف تعطيل الدراسة، بهدف توقف الدراسة في الجامعة، وبهدف تشويه صورة مصر في الخارج لإظهارها وكأن ادي شباب مصر او شباب الجامعات معترضين على ما حدث في 30 يونيو، ولهذا يريدون هم والجماعات الدافعة لهم أن يفرضوا رأيهم كأقلية على الأغلبية، ولهذا لابد أن يطبق القانون على الجميع لا تفرق ما بين رجل وامرأة. أستاذ رفعت، يعني الصورة كانت بتجيب البنات أمس وكان أشكالهم يعني واضحة للجميع. التهم كانت تهم ثلاثة: البلطجة، قطع الطريق، جمعت الأحكام ب 11 سنة وشهر. وهذه محكمة جنح. بالأمس كانت أيضا محكمة الجنح بالنسبة لقضية الأزهر واعتداء على مبنى الأزهر 17 سنة. بعض العاملون أو بعض العاملين في مجال حقوق الإنسان بيقول عندما تعطي محكمة الجنح 17 سنة و64,000 جنيه غرامة، وعندما تعطي 11 سنة وشهر حكم، ماذا تبقى لمحكمة الجنايات؟ أستاذ محمد، أنا قدام قضاء عادل وقدام محكمة، والموضوع خرج من إيدين الشرطة كعملية قبض ثم وتحقيقات ثم رفع الأمر إلى النيابة العامة. انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها وتأكدت من صحة الدلائل التي قدمت لها، أحالت الأمر إلى القضاء، نظر القضاء القضية
فأيقن بأن هؤلاء قاموا بمثل هذه الأفعال المخالفة ويستحقون الحكم الذي يتم توقيعه عليهم. وبالتالي هنا أنا لا أكون خارج قاعة المحكمة وأحدد على مزاجي الشخصي عدد السنوات التي قضى بها القضاء، هل هي مناسبة ولا مش مناسبة، إن دي محكمة جنح، طب تركنا إيه للجنايات، طب خلاص يتظلم. طب أستاذ رفعت مش دلوقتي لو في حاجة زي كده هيحكموا بقانون التظاهر؟ يتظلم من هذا الحكم إلى الدرجة الأعلى. لا قصدي دلوقتي بعد 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 صدور قانون التظاهر هيبقى الأحكام اللي يتحكموا بيها هي أحكام قانون التظاهر. بالضبط. يعني خلاص يعني بس هيبقى على الأحكام حسب الفعل اللي بيقوموا بيه تتحدد العقوبة. نعم. وهنا يجب ألا أتدخل في أحكام القضاء، فالقضاء وشأنه احنا والتظلم من أحكامه يكون بالتقاضي أمام الدرجة الأعلى. يعني نتمنى أن يكون قانون التظاهر يفعل يعني هو طبعا احنا شفنا أنه هو تم تفعيله من أول يوم. نعم. وبالأمس كانت هناك مظاهرات وكانت محددة ومأخوذ بها التصريح المطلوب. إذا كانت هناك اعتراضات أو بعض النقاط اللي الحقوقيين أو السياسيين شايفين أنها كانت تحتاج إلى تغيير، فهناك طرق من الممكن من خلالها التعامل مع القوانين. بالضبط. أو ننتظر بقى لتكوين مجلس الشعب حتى يعيد هذا القانون. أستاذ رفعت بنشكر حضرتك على تحليلك. شكرا لك. شكرا أستاذ نور. هنروح مع حضراتكم. الخبر عندك يا محمد. إحالة الخضيري وأسامة ياسين والبلتاجي وحجازي وراضي ومنصور للجنايات لاتهامهم بتعذيب محامي وهتك عرضه بميدان التحرير. أمر مستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ونائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، وعمر زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين من جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على المحامي أسامة كمال واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة أثناء ثورة 25 يناير، وأمرت النيابة بالضبط وإحضار المتهم الهارب أحمد منصور وحبسه احتياطيا وإرسال طلب لدولة قطر لتسليمه إلى السلطات المختصة. هنروح مع حضراتكم لخبر آخر من جريدة الأخبار الصفحة الثالثة. الخارجية: أنغولا تنفي شن حرب على الإسلام أو تدمير المساجد. وده اللي تنقلته الأخبار يعني ومواقع كثيرة اليومين اللي فاتوا، أنه أنغولا بدأت حرب على الإسلام وبدأت تعتبر أنه المسلمين غير مرغوب فيهم وتدمر المساجد. وده اللي بتنفيه. أكدت أنغولا أن التصريحات المنسوبة حول حظر الدين الإسلامي لم تكن دقيقة. قالت أن التصريحات كانت تتناول حظر إحدى المؤسسات الإسلامية العاملة في أنغولا، المجتمع الإسلامي في أنغولا، وليس حظر الدين الإسلامي. جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الخارجية في إطار حرص مصر على التحقق من صحة التقارير الإعلامية التي أفادت باتخاذ الحكومة الأنغولية إجراءات تمس حرية العبادة وتقيد بناء المساجد. نفى مدير المعهد الوطني الأنغولي للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة أن هناك حرب على الإسلام أو أي ديانة أخرى، وشدد على عدم وجود أي موقف رسمي لاستهداف أو تدمير أو غلق أي من دور العبادة التابعة لأي ديانة في أنغولا. تدبير 18 مليار جنيه لتطبيق الحد الأدنى للأجور أول يناير. نشوف أسماء كبار الحكومة لتطبيق الحد الأقصى. أكد المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية على أنه تم توزيع نماذج وكشوف بأسماء قيادات كل جهة حكومية على مستوى جميع المحافظات ورقم القومي الخاص بكل قيادة، ليبدأ في أول يناير حصر كل ما يتقاضاه 8500 قيادة من الجهاز الحكومي مقترن.